رايح التامين تحلل، هي كانت تعبانه. اه وبالك انت ازاي وتعالي برضه بايديها ومعاها العلاج. والنهارده بنتها الكبيره اللي اسمها فاطمه دي كانت لنا النهارده ده البرشام، كانت لنا النهارده ده ايه؟ قالت لها خد يا ماما البرشام اهوت وخدش البرشام عشان ما تفطرش. هي بتتعالج من ايه؟ سكر وضغط بقى وملتزمه وكويسه ومش عارف اوصف لك. بتربى اربع عيال يا تمام، بتربي اربع عيال معاها ثلاث بنات وولد. ومنهم بنت مريضه مش عارف فين الشر عندها بين السرطان في صدرها. وابوه متوفى. هي امهم هي ابوهم وهي امهم. مش عارف اقول لك المدرسه كلها زعلانه. المدرسه كلها طبعا.